السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة بإذن الله جايبة لكم وصفة مميزة جدا جدا، هي وصفة هندية لإطالة الشعر وتكثيفه، وكمان بيطول شعرك مهما كان ما بيطولش بقيله مدة طويلة إن شاء الله. الوصفة اللي معايا النهاردة هتطولهولك وكمان بتعمل على تكثيفه، وصفة جميلة جدا جدا إن شاء الله. لما تجربوها بجد بجد هتعجبكم قوي، هتنرضاكم ان شاء الله. حابه ارحب بيكي واقولك طبعا نورتيني. لو اول مره تزوريني في القناه ما تنسيش تنزلي تحت وتشتركي في القناه، تدوسي على زر الاشتراك وكمان تدوسي على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اول ما تنزل باذن الله. ولو سمحتي ادعميني باللايك والشير للفيديو. طبعا الناس القديمه ما تنساش تحط لايك وكمان تكتب ارائكم في الكومنتات، طبعا بتهمني جدا جدا. واي طلب برضو اكتبولي في الكومنتات، بقرا الكومنتات واكتر الطلبات بعملها في اول الفيديوهات ان شاء الله. يلا بينا على الوصفة على طول. اول حاجه هحتاجها هو عشبه الكركديه، وطبعا يعني تقريبا كل الناس بتقول عليها كركديه، مفيش حد ملهاش اسامي تانية. لو ليها اسامي في الدوله بتاعتك يا ريت نكتبها يا جماعه، اهي زي ما انتم شايفين معايا دي شكلها. انا هبقى محتاجه 4 معالق كبار من عشبه الكركديه، هي بتبقى خفيفه كده. انا معبيه 4 معالق مليانين من بتوع الاكل زي ما انتوا شايفين معايا كده. وهحتاج تاني مكون وهو البن. هجيب حاجة كده اقدر ارفعها على النار زي ما انتوا شايفين معايا كده، واضيف الكركديه بتاعي او عشبة الكركديه زي ما انتوا شايفين كده. وهضيف 1.5 لتر من المية، يعني مقدار 6 كوبايات من المية. هزود شوية كمان زي ما انتوا شايفين معايا كده، دي مية مغلية مية سخنة. وهضيف 1 معلقة من البن او القهوة العربي العادية، مش النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، القهوة العادية يا جماعة، 1 معلقة كبيرة. وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا. وهغطيه، طبعا ده مش هنرفعه على النار ولا حاجة، احنا هنغطيه زي ما هو كده علشان ما يفقدش الزيوت اللي فيه. هنغطيه كده لمدة 6 ساعات، يعني لما يختمر معاكي كويس جدا. بعد كده بتبدأي ان انت تفتحي عليه وتصفي طبعا مية الكركديه، بس اهم حاجة ان احنا نسيبه كده 6 ساعات ل8 ساعات، يعني اعمليه قبل ما تنامي بالليل وسيبيه طول الليل، هيكون كويس جدا علشان ناخد كل الفوائد اللي موجودة في الكركديه. وكمان القهوة ممتازة جدا جدا لإنبات الشعر هي والكركديه كمان. عايزة اقولك ان تقدري تستخدميها للاطفال من سن 6 سنين فيما فوق كده. الوصفة جميلة جدا وفعالة باذن الله. لو كمان طبعا لو ممكن تستخدمها لو انت راجل برضو مفيش اي مشكلة، لو عندك فراغات برضو في شعرك. الوصفة جميلة جدا جدا. بتبدأي ان انت تصفيها وتحطيها عندك في ازازة او في بخاخة، وتبدأي ان انت تغسلي شعرك بالطريقة العادية خالص اللي هي بالشامبو اللي انت بتستخدميه عادي. بعد ما بتستخدمي الشامبو بتاعك بتخليها في اخر شطفة، يعني بتسيبيه على الشعر مش بتشطفيه، وهو على فكرة ملوش اي ريحة خالص، يعني مش هيضايقك خالص خالص. سيبيه على شعرك. انت بتستخدمي الوصفة دي على حسب ما بتغسلي شعرك، بتغسليه 2 او 3 في الاسبوع، استخدميها في الشطفة الاخيرة، يعني بتسيبيه على شعرك. وكمان ما تخافيش مش بيلزق شعرك ولا اي حاجة خالص، لانك طبعا لازم نصفيه
بعد ال6 ساعات لازم نصفيه كويس، وتكون المصفى ضيقة، او كمان بشاشة لو حسيتي ان فيه لسه بقايا من الاعشاب او البن اعمليه، يعني صفيه كويس. عايزه اقولك وانتي طبعا بتشطفي شعرك بيه، حاولي ان انتي تميلي راسك كلها لتحت كده علشان برضو نجري الدورة الدموية او ننشطها في فروة الراس كويس. وبعد كده تبدأي بصوابعك كده بحركات دائرية في فروة الراس، ان انتي تدلكي منطقة الفروة كويس جدا وانتي بتشطفي الشعر. طبعا ال6 كوبايات دي للمرة الواحدة، ممكن كمان ببخاخة علشان عايزين كويس قوي ان المية دي او الخلطة بتاعتنا دي تطول فروة الراس كويس، ومع حركات دائرية كده مساج لمدة 10 دقايق، علشان زي ما قلت طبعا بينشط جدا والفروة نفسها بتستفاد. سيبيه على شعرك عادي، شعرك بينشف وبتحسي ان هو مفيش اي حاجة خالص، اكنك شطفاه بالمية العادية. وبعد كده بعد المرة الجاية برضو بتكرري كل مرة بتيجي تغسلي فيها شعرك بتكرري الوصفة دي. كمان عاوزة اقولك ان بعد ما تخلصي طبعا ادهني شعرك بزيت زيتون، مقدار من زيت الزيتون على زيت السمسم، يعني مقادير متساوية. لو خدتي 2 معلقة من زيت الزيتون خدي 2 معلقة من زيت السمسم، وابدأي برضو مشيها على شعرك كله من اول الفروة لغاية الاطراف علشان كمان ترطب لك شعرك كويس قوي. ان شاء الله الوصفة دي ان شاء الله تجربوها، الغسول وكمان الزيت ان شاء الله تجيب معاكم نتائج حلوة جدا جدا. ما تنسوش طبعا تكتبولي ارائكم في الكومنتات، واكيد لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بيكون شكله بعد ما نصفيه لازم تصفيه كده كويس جدا. انا حبيت برضو ان انا اوريكم شكله بعد ما صفيته. بتصفيه بمصفة ضيقة جدا، تقدري تستخدميه في الطبق كده، تنزلي شعر كله في الطبق وتبدأي تدلكي فروة راسك او تحطيه في ازازة زي دي كده، وبعد كده تصبيه صب كده على فروة الراس وتدلكي، او كمان ببخاخة البخاخة بتاعتك عبيها كذا مرة وابدأي بخي على فروة الراس. وطبعا دي الكمية دي للمرة الواحدة، كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك احضري كمية اول باول كده، ان شاء الله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بيكون شكله بعد ما نصفيه لازم تصفيه كده كويس جدا. انا حبيت برضو ان انا اوريكم شكله بعد ما صفيته. بتصفيه بمصفة ضيقة جدا، تقدري تستخدميه في الطبق كده، تنزلي شعر كله في الطبق وتبدأي تدلكي فروة راسك او تحطيه في ازازة زي دي كده، وبعد كده تصبيه صب كده على فروة الراس وتدلكي، او كمان ببخاخة البخاخة بتاعتك عبيها كذا مرة وابدأي بخي على فروة الراس. وطبعا دي الكمية دي للمرة الواحدة، كل ما تيجي تاخدي الشاور بتاعك احضري كمية اول باول كده، ان شاء الله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.